كريم سعد كريم جينا دونك تكوني بعد ما المناسبة قبيلة تكلمت على جميع المكونات الحاضرين ونسيت الصحافة اللي هي المحلية والوطنية تحياتي واحترامي واعتذاري وافتعالي كلشي اللي بغيتو ديرو هادشي كامل. ألوغ كان عندي مع واحد الجزء أول مرة باش يجي عندنا والاختيار ديالو عطاني واحد السؤال قال لي رسمات جديدة راه ما غاتكاليفيش لي جوار. وفي الأول كنتناقش أنا وياه راه في الأوف زعما راه الوضعية صعيبة قلت له أنا نعطيك لي باغول ديالي بأن جديدة غاتكاليفي لي جوار. نهار خدنا لي ليسونس عيط له السي جينيري قلت له الشرط اللي كانت حطيتيه عليا باش نكاليفي لي جوار هو أنا وفيت به واخا كان واحد الشرط اللي هو صعيب ولكن درتو معاه في الأول رغم المساطر اللي كانت هي صعيبه بزاف الامور اللي كانت جد معقده وكيفاش الحمد لله تغلبنا على هذا قلنا له الخطوه الاولى درناها دابا الخطوه الثانيه هي نتائموا على الفريق نديروهم خدمتهم ونديروا حنا خدمتنا وان شاء الله نديروا الطريق صح. تحيه للسي عبد الكريم الجيلاني وعطوا الكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بي كنتمنى انه ان شاء الله نقدروا نجمعوا ما امكن باش الفريق ان شاء الله يرجع للقسم الوطني الاول. فكنرحب بجميع مكونات ديال المجتمع المدني ما فيهم منخرطين ما فيهم قدماء اللاعبين. فكيف قال سعد الضيف فدائما الواحد ملي كيبغي يتعاقد مع شي فريق الا وما يطرح مجموعة من التساؤلات. التعاقد مع فريق الدفاع الحسمي جدا كانت واحد الشيء اللي هو يعني انك ساهل تقدر تاخذ هذه المغامرة لكن كيف كنعرفوا أول لقاء ديالي مع السعد الضيف كنعرفوا لوكور شتي الماتيير لوكور شتي الماتيير هذيك لا ماتيير سوا اون فيبراسيون غوس ولا بوس اللي كيجي عندك رئيس كتحس ليه مازال هو يلاه طايح ولكن كي فيبري اون فيبراسيون غوص فجو مون دوموند انا باسكو لا كيستيون سيتي ماشي غير بغات لحت عليه ولكن بغيت نعرف بالضبط اشنو تحتو فجاوبني بكل صراحه لانه ما كاينش خوف التعاقد ديالي معاه غادي يكون بواحد الوضوح انه غادي يحاول ما امكن انه يكاليفي ويحيد كاع المشاكل اللي غادا تقدر تكون وكانت واحد الثقه اللي سبحان الله العظيم كانت بيني وبينه حتى انا ما لازم تعاود صورتو من بعد يعني ملي مضيت العقد ديالي خديت الامور بواحد الجديه كبيره وانا ممتن للفرصه هذه لانه باش تخدم فريق كدفاع الحاجين لفريق كبير المكونات ديالو بالحضور التاريخي ديالو في الوازن في البطوله المغربيه هادشي ماشي بشيء سهل وانا واخدو على العاتق ديالي واخدو على واحد المسؤولية كبيرة وهذا هو العمل اللي هو كنقوم به حاولت ما امكن انني نكون مع واحد الطاقم تقني اللي كاين دي كولاك فيه اللي هما انا مارس معاهم الكرة في الوقت اللي انا كنت لاعب سواء عبد الرحيم بوكري ولا صديق المراب ولا رشيد جلال هادو كاملين زملائي في الفترة اللي كنت كنمارس فيها كان معايا المعيد البدني السياسي واللي هو تجربة كبيرة مع فريق ولا في كاس فيفا يمكن حاولنا ما يمكن نحترموا هذه الفرقة ونحترموا المكونة ديالها من خلال استقطاب حتى الناس اللي غتجي تخدم معاك لأنه ولا بد ما خص يكونوا مسؤولين معاك ونكونوا كنطلبوا واحد الجدية كبيرة. فاللي غنقول لكم أنا ما غاديش نسمح لراسي أنني نتخاذل في حق الدفاع الحسم الجديد لأنه كاين عندي فيزيون اللي دائما كنقول انا كيفاش الدفاع الحسم الجديد اليوم الامكانيات اللي عندها وتاريخها وما قدرتش انها تتفادى مجموعه ديال الامور وتكون دائما في نفس على البوديوم. اليوم امامي الفرصه فانا كنوعدكم بالعمل والجد لانه الكره فيها دي مومون فور فيها دي مومون فابل فيها دي مومون دي كريز نتمنى الله ان نقدروا نجيراو لي مومون دو كريز باسكو لي مومون اللي غنكونوا فور فيها راه كلشي كيكون فرحان ولكن لي مومون دو كريز وفي دوزيام ديفيزيون سي تري امبورطون دو لو جيري الا بغينا نحقوا الصعود لانه ما
كاينش شي فرقه كتطلع في ماتش اميكو، ما كاينش شي فرقه غادا تطلع في شهر 10 ولا 11، كاين فرقه كتطلع في الماتش واحد. وهذا هو اللي كنحاول نأكد اننا نخدموا عليه ونلعبوا عليه، لانه كاينه من الدوره واحد حتى للدوره 30، ويلفوس كونسونطري على هذا لوسونس هذا، كما كنخاطب اللاعبين ديالي، كما اليوم كنخاطب جميع الحضور، لانه كيف قلت لكم غيجيو دي مومون اللي هما، لانه باش تميتريزي شامبيونات دي دو، وكيف كنقول اليوم الفراقي كلهم غيوجدوا لك على اساس انه راه فريق دفاع الحسن، لانه ملي كتربح لا فيكتوار الاولى، كاين اللي كيقول دابا الدفاع الحسن الجديد غتربح واحد 10 ماتشات متتابعين، وهذا هو اللي اليوم انا كنهضر فيه مع اللاعبين، غادي يوجدوا لينا وحنا باقي ما موجودينش 100%، كنحاولوا ان كنجتهدوا ونحاولوا ان نفرضوا الايقاع ديالنا كفريق اللي هو كبير، ولكن دائما كاين الحذر ودائما كاينه واحد لا سيكوريتي كنطلبوها باش نقدروا ان شاء الله نوصلوا، لانه اهم شيء ان شاء الله في الموا دو جوان يكون الفريق ان شاء الله في البريمير ديفيزيون، ونتمنى ان نكون بين يديكم ان شاء الله ونكون فرحانين مجموعين. ابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.